بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث كان عن يوسف عنبر لكن توسع بشكل أكبر عن مشروع المدرب الوطني. طبعا إذا تحدثنا عن مشروع المدرب الوطني الحديث عنه يطول بشكل كبير، لكن في البداية طبعا هي عن الأندية. إذا كانت الأندية لا تثق بالمدرب الوطني مستحيل أن نقدم هذا المدرب الوطني ونمنح الثقة بشكل كبير لقيادة المنتخب. ودائما نستشهد كل ما تحدثنا عن المدرب الوطني نستشهد بخليل الزياني. إذا كنا نستشهد بخليل الزياني في نجاحات خلال قبل 25-30 سنة، هذا أكبر دليل على، ما ودي ألطف الكلمة ولكن على الأقل نقول ما أقدر ألطفها، فشل المدرب الوطني. مصر أنت ما تبغى تلطف شيء. ما أقدر ألطفها. قول يا شيخ قول. فشل المدرب الوطني خلال السنوات الماضية، لأنه نجاح قبل 25-30 سنة دليل أنه عدم وجود نجاحات خلال على الأقل 10-15-20 سنة الماضية. لدليل أنه دائما نستشهد كل ما فتح مدرب الوطني يذكر يعني على الأقل النجاح الأبرز هو خليل الزياني، ودائما نستشهد بخليل الزياني كل ما طرح ملف المدرب الوطني. حتى عندما بعد نجاحه في 88 بعد تقريبا 10 سنوات قاد الهلال في موسم كامل ولم يحقق أي بطولة مع الهلال. بس في جيل جديد قادم زي ولكن في النهاية هذا الجيل يظهر في مناسبات بسيطة وبعدين يختفي. آخر المدربين كان يوسف الغدير، وذكر أبو حسام نقطة مهمة أنه عدم التفرغ. إذا ما كان عندك هدف وتعزيزه بالدورات وهدف معين للمدرب ما راح تنجح نهائيا كمدرب. شفنا يوسف الغدير أوقفه وعمله الرسمي، لذلك من المستحيل أنك تنجح. من المستحيل أنت الحين لو فقط أحد زملائنا في القناة الرياضية بعد شهرين فرضا مع نهاية الموسم يطلع في استطلاع الجماهير الرياضية، أباخذ فقط الأربع أندية فرضا الاتحاد والنصر والأهلي والهلال، ويستطلع أراء الجماهير الرياضية أنه إدارات أنديتكم تنوي التعاقد مع المدرب الفلاني فرضا مدرب وطني. أتحدى إذا 5% فرضا، يعني متأكد أن 95% من الجماهير سترفض رفضا قاطعا هذا وجود مدرب وطني. مدرب الوطني لأن تعزيز فكرة المدرب الطوارئ هذه بدأت من نفس المدرب المحلي أو المدرب الوطني، لذلك هذه مشكلة بدأت. فيما يخص الكابتن يوسف عنبر بلا شك أنها مدرب مؤقت، من المستحيل أنه الأستاذ لؤي السبيعي وهو حسب النظام الأساسي واللوائح أنه فقط إدارة تسيير أعمال خلال الفترة القادمة حتى مجلس إدارة الاتحاد القادم القادم. المثير في الأمر فقط أنه في منتصف فبراير الماضي ظهر بيان وأوضح أنه اللجنة الفنية رفضت تجديد أو أنه عدم تجديد مع السيد بيتزي للاطلاع بعد الاطلاع على التقارير الفنية اللي قدمتها. حنا نشاهد دائما أنه إدارات الأندية تظهر وهي مدربي الأندية، أنه تظهر في مؤتمرات صحفية للتوضيح لجماهير الأندية عن أسباب عدم تجديد المدربين. هذا منتخب الوطن. يعني نبغى نعرف لماذا لم يتم التجديد مع بيتزي، ماذا تضمن هذا التقرير الفني، ما هي الخطة الاستراتيجية القادمة. كل هذا لم تكشف عنه اللجنة الفنية. صعب أنك تعلن السلبيات على المدرب يعني. لا لا مو السلبيات أكيد الأدبيات يعني التقرير الفني لأبسط مدرب لو أنه جلس شهر، ما هو البيتزي اللي درب المنتخب في كأس العالم ودرب أيضا في نهايات كأس أمم آسيا. فقط على الأقل نقاط بسيطة عشان نعرف لماذا لم يتم التجديد مع بيتزي وما هي الخطة القادمة للمنتخب، رغم أن المنتخب ما فيه استحقاقات قوية ماشي. فقط أعتقد في سبتمبر بتبدأ التصفيات لكأس العالم. ممتاز هيثم.